يشكل الأشخاص فوق 65 عاماً نحو 5.3% من مجموع السكان في سوريا، أي نحو 869,000 شخص بحسب آخر مسح قامت به حكومة النظام السوري، والذي أشار إلى أن عدد الذكور بينهم يزيد على 407,000 شخص. وبحسب الأمم المتحدة فإن 92% من الأشخاص فوق 59 عاما يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عام 2023، فيما يحتاج 300,000 مسن سوري إلى مأوى و 700,000 بحاجة إلى خدمات صحية لإنقاذ حياتهم. وتشير المنظمة إلى أن المسنات من بين الفئات المعرضة للعنف القائم على أساس النوع، حيث يبلغ ضحايا العنف على أساس النوع من المسنين حوالي 400,000 شخص. وتقول منظمات غير حكومية وتقارير صحفية إن 800,000 مسن يقيمون في مخيمات النازحين في شمال سوريا. وتوجد في مناطق سيطرة النظام 20 دار رعاية للمسنين، فقط 2 منهما حكوميتان، وتبلغ تكلفة إقامة المسن فيها شهريا نحو 900,000 ليرة للغرفة العادية.